واليوم أعلنها بشكل واضح بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ليس برغبة مني ولكنها لظروف لم تعد خافية على أحد. إعلام المعارضة المصرية في الخارج يتلقى ضربة جديدة بعد طلب السلطات التركية من مذيعيه البارزين وقف أنشطتهم ضد نظام السيسي على إثر التقارب الأخير بين القاهرة وأنقرة. ضربة ليست هي الأولى وربما لن تكون الأخيرة، إذ يمثل هذا الإعلام صوت المعارضة الممنوعة من الحديث داخل مصر، وهو ما لا يريد السيسي سماعه من أي مكان في العالم. وأي حد تاني بقى يتكلم في القنوات التلفزيونية برا دول يقولوا علينا ولا بتاع، مؤاخذة والله كله هيتحاسب. حرب منذ اللحظة الأولى. فور إعلان الانقلاب مساء 3 يوليو عام 2013، سارعت القوات الأمنية لاقتحام مدينة الانتاج الإعلامي لتغلق كافة القنوات المعارضة وعلى رأسها قناة مصر 25 التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة لمجموعة القنوات الدينية التي دعمت الرئيس الراحل محمد مرسي. لم يتم الإغلاق وفقا لأي قانون، لكن السلطات ادعت وقتها تجاوز هذه القنوات للمعايير المهنية في الوقت الذي انخرطت فيه القنوات المؤيدة في تحريض مباشر على قتل المصريين على الهواء مباشرة. انهي موضوع ربع العدوية ايا كانت الخسائر، ايا كانت الخسائر ما تبصش على المجتمع الدولي، يتحرق المجتمع الدولي، يا اما قولوا احنا مش قادرين والشعب يتصرف. بيان 3 يوليو وعد بكتابة ميثاق شرف إعلامي، لكنه لم يرى النور، وانخرطت السلطة الجديدة في خطة محكمة للسيطرة على كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية. أدت هذه السياسة لإقصاء كل مخالف في الرأي، ليحرم المصريون من سماع أي صوت عاقل أو مستقل فضلا عن الأصوات المعارضة. سياسة الحجب. في الوقت الذي تحولت فيه شاشات التلفزيون إلى نوافذ دعائية للنظام الجديد وتحريضه على خصومه بعد إغلاق القنوات المعارضة، كان الإنترنت لا يزال بعيدا عن قبضة السيسي، نوافذ ارتبطت بثورة يناير ومطالبها، لذا كان إغلاقها والتضييق عليها من أولويات السيسي الذي أمر بحجب مئات المواقع الإلكترونية أبرزهم شبكة رصد الإخبارية واعتقال الصحفيين العاملين بها والحكم عليهم بمدد متفاوتة. لكن ذلك لم يثني الشبكة عن مواصلة رسالتها في نقل الحقيقة. لبنان محطة مؤقتة. إعلاميون معارضون فروا إلى دول عديدة، قلة منهم نظموا أنفسهم وأطلقوا إحدى القنوات التلفزيونية من لبنان، لكن نظام السيسي لم يمهلهم طويلا، إذ استجابت السلطات هناك لطلبه، ولم تكتف بإيقاف البث عن القناة، بل قامت بتسليم أحد القائمين عليها للقاهرة حيث تعرض للاعتقال. تجربة لبنان كانت قصيرة، لكنها منحت الكوادر الإعلامية في الخارج الأمل في تنظيم صفوفهم، كما أنها أعطت مؤشرا لخوف نظام السيسي من أي صوت معارض حتى لو كان بعيدا عنه. تركيا، التفوق على إعلام السلطة. بعد أشهر قليلة انطلقت عدة تجارب إعلامية من تركيا التي استضافت آلاف المعارضين. نجحت القنوات الجديدة في استقطاب عدد من الإعلاميين المؤثرين في مصر، وسرعان ما وصل صوتها إلى ملايين المصريين والعرب لتحقق شعبية كبيرة، ويصل صداها إلى السيسي نفسه الذي لم يخف غيظه منها في خطاباته. على مدى 7 سنوات اكتسب هؤلاء الإعلاميين خبرات عديدة، وباتوا يمثلون طيفا واسعا من المعارضة، كما اعترف العديد من أنصار النظام بأن المواطن العادي بات يلجأ لهذه القنوات لمعرفة الحقيقة، في الوقت الذي تلتزم فيه القنوات المؤيدة بنص موحد ترسله الأجهزة السيادية. وتم الإرسال من جهاز سامسونج. اليوم وفي الوقت الذي تتقارب فيه القاهرة مع أنقرة في سعي لطي سنوات الخلاف التي طالت، يظهر تفاوت المطالب بين البلدين،
حيث تسعى تركيا للبحث عن مصالح قومية تتمثل في نصيبها من غاز شرق المتوسط والحفاظ على دورها المؤثر في ليبيا، فضلا عن إعادة العلاقات مع بلد كبير يمثل ثقلا إقليميا مهما كان حاكمه. بينما المطلب الأساسي لنظام السيسي هو إيقاف الإعلاميين المعارضين في اعتراف ضمني بقوة تأثيرهم وخشية النظام منهم. قد ينجح السيسي في إسكات الإعلام المعارض من جديد في بلد جديد، فهل يستسلم المعارضون؟